أنا إبراهيم الطاوع، طالب فيزياء في جامعة الزرقاء. حاصل على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه من 2003. لاعب ومدرب كاراتيه في أكاديمية الفهد الأسود للكاراتيه. ابتديت ألعب هاي اللعبة من وأنا عمري 4 سنين. اللي خلاني ألعب هاي اللعبة هو إنه والدي مدرب كاراتيه، حاصل على الحزام الأسود 8 دان، وهو اللي خلاني أبلش هاي اللعبة من وأنا عمري 4 سنين. والدي درب المنتخب الأردني للكاراتيه على حقبتين مختلفة. رياضة الكاراتيه هي رياضة قديمة جدا، هي من أقدم رياضات الدفاع عن النفس. هي رياضة في الأساس يابانية. رياضة هاي الحلو فيها أنها بتشمل جميع ألعاب الدفاع عن النفس، أو خلينا نحكي بتشمل جميع أساليب الدفاع عن النفس، سواء استخدام الإيدين كأسلوب دفاع عن النفس، أو الإجرين كأسلوب دفاع عن النفس، أو أساليب إسقاط الخصم كأساليب دفاع عن النفس. جميع هاي الأساليب كلها موجودة في الكاراتيه، وهي اللعبة اللي تعتبر أم ألعاب القتال. فأنا خلال مسيرتي كلاعب برضو مريت في لحظات إن أنا خلاص ما كنت بدي أكمل في هاي اللعبة، كنت أمر في عقبات كثير في هاي اللعبة. لكن الحمد لله رب العالمين إن أنا كان وراي والدي اللي دائما بدعمني وهو قدوة إلي.